من إضراب المدارس في الجامعات إلى إضراب المحال التجارية التي أغلقت أبوابها في عدد من المدن، نتابع منها مدينة بانا في كردستان التي شهدت بالأمس ليلة دامية بين الأمن والمحتجين. كراج غرب طهران من ضواحي طهران يعني أغلقت أيضا المحال التجارية أبوابها، وكانت هناك شبه اعتصام أو إضراب للتجار في هذه المدينة. وهذا الذي كنا ننتظره، وطرحنا قبل 3 أيام نقاشا كبيرا عن البازار هل يدخل على خط التظاهرات أم لا. واضح هناك تباشير دخول البازار إلى التظاهرات. في مشهد اليوم كانت هناك احتجاجات نظمها متظاهرون في مفترق كلو باندك في البازار.